السلام عليكم ابطال ومرحبا بكم في فيديو جديد. الاسبوع الجاي ان شاء الله ما غنترينيهش كامل وعليها اليوم غندير واحد البرنامج ديال السوبر سيت المزدوج او البي سيت، غنجمع الصدر مع الظهر. التقنيه هذه غتنفعك الا ما عندكش الوقت في النهار وغتجمع جوج عضلات، غتزيدك القوه ديال التحمل في التدريب، كتبدل الروتين للتدريب ديالك اليومي وكتعطي واحد المفاجاه للعضله. تريني مجموعه ديال الصدر ودي غيكت كتريني مجموعه ديال الظهر بدون راحه، ومن بعد كترتاح دقيقه وكتعاود. ولكن اليوم غنخدموا غير المواكن، وموراها غنهضروا على واحد الموضوع حساس ما كنتش باغي نهضر عليه، لكن بزاف ديال الرسائل اللي جاوا لي في الانستغرام قررت باش اليوم نهضر عليه.
هو الطاجين ديالنا مجموعة فيه جميع الهرمونات. بوستيت واحد التصويرة ديال التغيير الرهيب ديال أندري ديو، عجبني التطور ديالو وبغيت نشارك ديك التصويرة في الانستغرام باش نحمس بها الدراري كي كان وكي ولا. وما كاينش المستحيل، ما تصورش العدد ديال الميساجات الدوبا. بقيت مستغرب من نفس الأجوبة، الدوباج واش طبيعي واش ناتورال، باش تعرف العقلية ديالنا كي ولات على هاد الرياضة هادي، ولا عندنا كل شيء مستحيل وكل شيء اصطناعي. ملي كنشوفوا شي تصويرة ولا ملي كنشوفوا شي بطل طلع ولا شي جسم مثالي كنحكموا عليه، ما كنراعي ولا سنين المدة ديال التدريب ديالو، ما كنراعيوش الجينات والوراثة ديالو، ما كنراعيوش الانضباط ديالو. ديريكت كنشوفو بنادم كنقول ليه ناتورال خويا، كنحكمو عليه بانه واش ناتورال ولا ماشي ناتورال، ولا عندنا الجسم المثالي مستحيل. كاي جرين عمل بروفيشنال، ما اخذ ولا شيء بحياته، عمل بروفيشنال بدون ما ياخذ اي شيء، فاهم علي؟ مشان هيك من بعد ما عمل بروفيشنال واخذ الهرمونات زاد وزنه 40 كيلو. ديكستر جاكسون تحضر من الاولمبيا اخذ 400 ملي جرام تستوستيرون بالاسبوع. 400 ملي. اوكي. فما عارف انا ليش الناس يقولوا لا انت تكذب. ايه اه. عندك اسرار. يا راجل والله ما في اسرار. كلها كومن سنس. ان شاء الله تاخذ مليون. صحيح. عارف هذا. قبل الهرمونات كاين اقدميه وسنين، كاين جينات ووراثه، كاين انضباط وعلم. وعليها ارتأيت باش ندير هاد الفيديو، ماشي غنشرح الهرمونات لان انا ماشي طبيب، لكن باش نحيدو واحد اللبس راه عند الشباب ديالنا اللي تأثروا بعض الناس، واحد المجموعة اللي كتبين اللي كتقول لي كان راه ضارب الدوباج وضارب هرمونات وستيرويدات وموقع لي تشي حاجة، ومجموعة تانية اللي كتعاون المجموعة الأولى اللي كتقول لك بواحد الطريقة غير مباشرة ما تقدرش تجيب جسم مثالي بدون هرمونات. هاد المجموعة هادي اللي ما كتقدرش توصل لشي مستوى وكتقول لك ايوا راه ما كنديرش الطوباج راه ناتورال، تعلب من اللي ما كيوصلش للعنب كيقول لك حامض. وكاينه مجموعه ثالثه هذيك كتهضر فقط على الاضرار ديالو وسوء الاستعمال ديال المنشطات. السؤال اللي كيطرحوه واش الا ضبيت واش غنرجع بحال هذا؟ الرد ماشي انا اللي غنرد عليك. سبحان الله، رب العالمين هو عطي كل انسان شغلته وحسناته وسيئاته. صحيح. ممكن انت تكون انت اخوك عارف وتتمرنون زين نفس الشيء وتاكلون زي الشيء، بس انت تكبر واخوك ما يكبر. يعني سبحان الله كل واحد شيء عارف، ولو اخذت انسولين وعملت هذا وعملت هذا وعملت هذا ما حتقدر، اذا انت ما عندك الجينيتك ما تتعب وما يعني ما تقدر حالك. كل شخص عنده المستقبلات الهرمون في الجسم ديالو وكل واحد كتختلف على الاخر، كتكون في النواه وعندها واحد الارتباط مع الجينات، يمكن تحفزه ويمكن تحبطه، حتى الا جات معاه وحفزاته يمكن تغير لك النمط ديال الخليه ككل وما كتبقاش طبيعي. وكاين بعض الهرمونات الدوباجات اللي كاينين تتاثر على الفيزيولوجيا جميع الخلايا الجسم. خصك تعرف بان هاد السن اللي راك فيه نتايا التستوستيرون كيكون في الطوب، اذا علاش كتزيد ديك الكميه ديال التستوستيرون بحال واحد السطل عامر بالماء وكتجي نتايا وكتزيد فيه الماء، شنو كيوقع في هاد الحاله هذه؟ كيضيع داك الماء ولا كيتخزن في الجلده. يلا خدنا وماشي الحال وكبرنا طز عارف وكله مي، يعني كل الكبر تكبر وحيكون مي، وكتهلك الكبدة وكتهلك الكلوة وكتقتل داك الهرمونات الطبيعية ديالك ودوك الحيوانات المنوية الطبيعية ديالك اللي كيقلبوا عليهم الناس وما كيلقوهاش. الهرمون الصناعي لما يخش على الطبيعي بيموت، وأنا ليه أموت؟ الهرمون الطبيعي اللي هو بتاع الخصوبة
اللي يقدر يخلي الانسان يخلف فيه ده بيعيش العمر كله معاه. لما الصناعة بيخش عليه بيموته. الخصوبة اول حاجة بتكمنها. نمرة اتنين لما بيخش على الجهاز الهضمي الكبد بيتصاب وبيحصل له فيروسات. لو اللاعب استمر في المنشطات ممكن يجي له تضخم الكبد، ممكن يجي له سرطانات الكلى. كمان الجهاز البولي ممكن تتصاب. نمرة واحد الخصوبة بتروح، نمرة اتنين الكبد بيتصاب، نمرة تلاتة الكلى بتتصاب، نمرة اربعة الحيوية والنشاط العام بتصاب. من برا هلا هلا ومن جوه يعلم الله. وهذا الدباج هذا اللي كيحوم في الوسط ماشي قانوني، ما عارش فين كيتصنع. انت كتجي كتضربه في الجسم ديالك بحال اللي بنادم كيعطيك فردي كيقول لك اضرب في راسك. انت ما كتعرفش واش عامر، واش فيه الرصاص ولا ما فيهش الرصاص، يعني كتغامر بالحياه ديالك. في ناس بتتولد بفيروسات في المخ والبروستاتا والكبد حميد. الفيروسات دي بتعيش معك طول العمر لحد ما تموت ان شاء الله 80 90 سنه. انما الفيروس ده بيكبر لما تبتدي تاخد منشطات ويتوغل ويتقلب لايه، بدل حميد يتقلب لخميس. فانا اخد منشطات ليه؟ ما في بديل. المكملات الغذائيه زي البروتين باودر والامينو اسيد. بلا ما نذكروا دوك الاضرار اللي الخفافين، حب الشباب، فقدان الشعر، هادو يمكن يستغنى عليهم الانسان في سبيل العضلات وفي سبيل الجسم المتناسق والمثالي. والمشكله الكبيره هاد العضلات هادو اصطناعيين، وهاد القوه هادي اللي كتكون في هاد الناس هادو كتكون اصطناعيه مباشره من اللي كيحبس هاد السموم هادو بالرغبه ديالو ولا الطبيب اللي قالها له ولا كاينه شي مشكله. هذوك العضلات كينقرضوا وديك القوه ما كتبقاش، وما كيبقاش هذاك الشخص اللي كان مولف مع راسو. شنو كيجي موراه؟ كيجي موراه العزله والوحده والاكتئاب. خاصنا واحد الثقافه رياضيه كيف كانت في السابق، وما خصناش ديك الثقافه ديال الهرمونات. نشوفوا شي جسم عجبنا نحاولوا ما امكن نتقربوا منه. شنو كياكل، كي كان وكي ولا، شنو هما الصعوبات اللي داز باش دار داك الجسم. ماشي غير نحكموا على بنادم من بعيد، يعني غير تشوف بنادم تقول ليه صافي هذا الدوباج. خصنا تكون عندنا واحد الثقافة رياضية بحال هذوك الأبطال السابقين اللي تعاشرت أنا مع واحد شوية منهم. وما خصناش تكون عندنا واحد الثقافة ديال الهرمونات والثقافة ديال الإحباط. المهم أصدقاء القناة إن شاء الله تكون وصلت الفكرة، وكنتمنى ما يجيو لياش الرسائل على الهرمونات. كيعجبني باش نمشي ننعس في الليل ندير راسي على الوسادة والنعس وما يأنبني ضميري وما نتحمل المسؤولية ديال تشي واحد. السلام عليكم أصدقاء القناة، وإلى موضوع جديد إن شاء الله.